مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يشدد على تخفيف الأعباء عن المواطنين. طارق عامر 80 مليار تدفقات دولارية بعد التعويم. شكري من الكويت لأبوظبي، موقفنا ثابت. الرقابة الإدارية تواصل حربها على الفساد. وإليكم ما تفاصيل النشرة. تخفيف الأعباء على المواطنين، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، حيث وجه الرئيس بتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي ومكافحة الاحتكار والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، بالإضافة إلى تجديد إجراءات الرقابة على الأسواق. كما وجه الرئيس الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ بهدف استغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب والاعتماد عليهم في مختلف المجالات. في سياق متصل، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن حجم التدفقات الدولارية منذ التعويم وحتى الآن بلغ نحو 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تعدى العديد من الصعوبات وأن البنك المركزي يعمل على خفض التضخم إلى 13% في النصف الثاني من العام المقبل. وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي قد أكدوا خلال زيارتهم إلى القاهرة أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، وهو ما تم تأكيده من خلال القرار الأخير لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابي بدلا من مستقر. التكاتف العربي لمواجهة التحديات، هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحة العربية. كما استعرض شكري التطورات الأخيرة بالمنطقة، خاصة الوضع في لبنان والاستهداف الصاروخي للرياض من جانب الحوثيين وتفجير أنبوب النفط البحريني، مؤكدا على موقف مصر الثابت وسياستها الراسخة للدفاع عن الأمن القومي العربي والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها أن تجنب المنطقة العربية مزيدا من الأزمات. وكان شكري قد أكد خلال لقائه مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على أهمية حل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية. الصحة تلزم المتعافين من فيروس سي بالحصول على تطعيم الكبدي بي، هذا ما أعلنه الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، موضحا أن مصر من البلاد التي استطاعت مقاومة فيروس سي والوصول بمعدلات الشفاء إلى مستويات متقدمة للغاية. فيما أوضح دكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعي الدواء أن مصر الآن تحولت إلى ملتقى للشفاء من الفيروس، خاصة مع انخفاض سعر العلاج، مؤكدا أن الأدوية المحلية أثبتت فاعليتها وقدرتها على الشفاء بواقع 98%. حلم مستشفى المهندسين في بدر يدخل مرحلة جديدة، حيث عقدت اللجنة التأسيسية للمستشفى اجتماعها الثاني، واختارت الهيئة مكتب لها برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، الذي أكد أن النقابة ستقدم للشعب المصري إنجازا كبيرا يقدم العلاج بأسعار لا تذكر ومجاني في الغالب، مشيرا إلى أن مجلس النقابة أوكل إدارة المستشفى للجمعية التأسيسية، وهو ما يجعلها لا تتأثر بالانتخابات أو الخلافات. فيما قال دكتور مهندس حماد عبد الله حماد عضو المجلس الأعلى للنقابة والمنسق العام لمشروع المستشفى، إن هيئة المكتب سيكون دورها مخاطبة الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها في كل شأن يتعلق بتنفيذ المشروع، وإعداد تقارير دورية عن مراحل تطوره للعرض على الجمعية التأسيسية. هيئة الرقابة الإدارية تواصل حملاتها على الفساد، حيث تمكنت خلال 3 أيام الماضية من رصد عدة قضايا تخص الرشوة والفساد والتزوير والاستيلاء على المال العام، والتي كان من أبرزها القبض على رئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين ومدير عام المشتريات السابق بالشركة وصاحب إحدى شركات المقاولات الخاصة عقب تقاضي الأول والثاني رشوة مقابل صرف قيمة المستخلصات المالية عن أعمال تطوير ميناء الحمروين بمدينة سفاجة.
كما ألقت الهيئة القبض على مديري عموم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بفرع الهيئة بالإسماعيلية، وأحد الأشخاص واضعي اليد على قطع أراضي عقب تقاضي الأول بوساطة الثاني مبلغ 50,000 جنيه كدفعة مقدمة على سبيل الرشوة من إجمالي مبلغ 1,400,000 جنيه. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.